تضحية جديدة لمن نسي. أذكركم أننا في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، هذا العيد الذي نظريا كان يجب أن يكون عيد فرحة وعيد سرور وعيد إدخال سعادة على قلوب الناس وخصوصا الأطفال. هؤلاء الأطفال يقتلون، من كان يتخيل أنه في يوم العيد بدل أن يذهب هؤلاء الأطفال إلى الملاهي الآن يقتلون، يقتلون في مستشفى غزة وفي مشافي غزة جميعها، إضافة إلى عدد هائل من الشهداء الأطفال الذين قتلوا. أين هذا العالم الذي يجب عليه أن يلجم هذا الاحتلال؟ هذا الاحتلال الذي يستقوي بهذا العالم الظالم الذي يعطي للاحتلال مزيدا من الأضواء الخضراء وليس ضوء أخضر واحد. هذا العالم الأعور الأطرش الذي لا يرى إلا ما يريده، هذا هو رد الاحتلال وهذا هو تعامل الاحتلال مع هذا العالم، وهذا هو إجرام الاحتلال مع شعبنا الفلسطيني. مزيد من الدم، مزيد من الإغال في أبناء شعبنا الفلسطيني، مزيد من الاستهداف للمدنيين الفلسطينيين، ومزيد من الاستهداف للأماكن التي من المحرم دوليا ضمن مواثيق وأعراف الأطفال. 8 شهداء أطفال، يعني يؤكدوا المتواجدون هنا في قسم الاستقبال ب8 شهداء أطفال، وهذه صورة أخرى لشهيد لذات الشهيد الذي رأيناه قبل قليل، طبعا هو مقطوع الرأس. كيف مواقفهم؟ ولن تتزحزح. هذا الاحتلال لن يستطيع أن يفوت من عضد الشعب الفلسطيني. هذه صور مؤلمة، نعم. جرحنا غائر، نعم. تم التعرف على الجرحى في هذا الاستهداف الصهيوني الجديد. مرة أخرى أعود وأذكركم مشاهدينا الكرام، 10 شهداء معظمهم أطفال في استهدافين لمجموعتين من المواطنين بمدينة غزة ومخيم الشاطئ.